السابق. هلا عليهم هلا والشعب بعده بحالة. 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 الله يحفظك. الغناية ضحت بدمها ورفعت الراية. ضحت بدمها ورفعت الراية. لا أمريكا ولا إيران بغداد الحرة عنوان. لا أمريكا.
تغيير عادل بتوفيق، هذا احنا ما نريده. ما نطينا اكثر من 600 جري شهيد، 600 شهيد والاف الجرحى و5000 معوق من اجل ان يتغير شخص واحد ويرجع نفس النهج السابق اللي موجود. نريد تغيير شامل وجذري حتى وفاء لدماء شهدائنا اللي راحوا. اليوم من أمام بوابة جامعة الكوفة كنساء النجف سوف ننطلق مسيرة نسوية تحمل كل الود والمحبة إلى أخواننا الثوار في ساحات الاحتصام. فهاي مسيرتنا اليوم، نريد نغير ولو شيء بسيط ونشارك مع أخواننا في ساحات التظاهر. فأيقونة التظاهرات هي المرأة، وإن شاء الله يا ربي نكون يد عون لهم، وإن شاء الله يا ربي هاي مسيرتنا مسيرة شفافة كما اليوم نرتدي اللون البنفسجي والوردي الذي يدل على السلام والشفافية. منصورين إن شاء الله، مستمرين بلا تراجع. ذول اللي شايلتهم اليوم إنه نثقف بيهم، وإن كل كلمة وكل عبارة تحمل معنى، ومعنى كبير إن شاء الله، وإن شاء الله كل اللي يشوفها ويقرأها راح يوصل للمعنى المطلوب. اليوم احنا طلعنا اليوم مسيرة نسوية وطلابية ومجميع الفئات المجتمع النسوية، يعني حتى اليوم اللي بربة البيت اليوم تشارك بهذه المسيرة.
اليوم احنا نقول المرأة نصف المجتمع، اليوم المرأة ثبتت انه هي فعلا نصف المجتمع بمشاركتها بالتظاهرات وباسناد المتظاهرين اخوانهم. اليوم احنا نثبت وانصر على تحقيق المطالب، وهو اول مطلب هو تحقيق وتفعيل قانون الانتخابات. اليوم احنا نريد المفوضيه للانتخابات، اليوم تحقيق هذا اول مطلب. احنا نريد تغيير جذري بجميع فقرات الدستور. احنا انطينا فد نبذه انه احنا نريد تغيير، واحنا هذا حق مكفول بالدستور، انه اليوم احنا من حقنا نعبر عن الراي، اليوم احنا حقنا مكفول انه احنا نعبر عن راينا. وان شاء الله نتامل خير انه هاي الثوره مستمره ان شاء الله ثورتنا وصامدين، او نستنكر انه الامور هذه اللي تقول المراه شنو اشتراكها بالمظاهرات، المراه عوره، المراه ثوره، وهي الثوره هي اللي صنعتها المراه. انت اليوم كرئيس وزراء، انت اليوم مشرع قوانين، انت اليوم تتخذ اجراءات، مو طالب انه انت اول ما طلعت تريد اسناد من المتظاهرين. بينت فشلك هنا بهذه النقطه، مرفوض لانه انه هو كان عضو برلمان سابق، كان وزير سابق عليه قضاء فساد، فاحنا لهذا احنا نرفض رفضا قاطع ومرفوض بامر الشعب ونحن الشعب. اها، محمد توفيق علاوي ما يستجيب مطالب الشعب او ويستقيل، لانه هو اصلا اجى من اختيار الاحزاب مو من اختيار الشعب اطلاقا. يعني كل الساحات رفعت صوره وخلت عليه كلوز مرفوض تماما، لكن هو من اختيار الاحزاب. احنا طلعنا مظاهرات اول شيء على مود انه نطالب بحقنا، احنا كدوله يعني تمتاز هواي بالخيرات يعني وهواي بها شغلات، بس محرومين من ابسط حقوقنا، لا تعليم زين، لا تعيينات، لا اي شيء. وابسط شيء يعني اخر شيء الفتره اللي صارت انه دماء الشهداء اللي راحت، يعني ايش قد صعبه من انت موجود بالقاعه وتفتقد انه ما موجود صديقك، وهذا الشيء يعني كلش يؤذي انه مكان احد زملائك ما موجود. يعني من اجل هذا الشيء طلعنا وظاهرنا وردنا حقوقنا. قلت لك طلعنا مظاهرات على اول شيء احنا بلد يعني يمتاز بهواي خيرات، ولا تعيين، لا تدريس زين، يعني هواي امور مو زينه موجوده هنا. طلعنا نريد نغير هذا الشيء. والفتره الاخيره اللي صارت يعني الشهداء اللي راحوا انه ابسط شيء هم طالعين على مود حقوقهم، ويعني انه ما رجعوا للبيت، شنو السبب؟ يعني واحد حتى من يطلع يدافع او يريد حقه يقتلوه، يعني لهذا السبب. ما حد قاتل دورة شبابية.
يا محمد يا ولد حرة قلب بغدادي دم الشهيدين نادي حرة قلب بغدادي دم الشهيدين نادي حرة قلب بغدادي دم الشهيدين نادي حرة قلب بغدادي أحزاب السلطة باطل أحزاب السلطة باطل الطرف الثالث باطل والميليشيات باطل خطف الشباب باطل قتل الشباب باطل قتل الشباب الغالي داش على راس دم الشهيد الغالي.
امشي يا زهراء امشي امشي. تظاهرة نسوية، مسيرة نسوية، مسيرة الورد من أجل تحقيق أهداف ثورة تشرين الباسلة. طبعاً رح نخرج إحنا طالبات، بنات، نساء، موظفات من جميع الفئات والأعمار، مساندين لشبابنا من أجل أن تتحقق مطالب انتفاضة تشرين، تحقيق يعني أهمها هي رئيس وزراء مستقل نزيه ولاء للوطن وشجاع، انتخابات مبكرة، تحديد انتخابات مبكرة، لأن يعني على الأغلب أنه يردون هذه الدورة تكون كاملة 4 سنوات. إحنا نريد تحديد موعد الانتخابات المبكرة، حل البرلمان، تقديم قتلة المتظاهرين للعدالة، وأيضا كشف ملفات الفساد لكبار الفاسدين وتقديمهم للعدالة واسترداد الأموال المنهوبة. هذه أهم مطالب اللي إحنا طالعين عليها، ما نريد نتراجع عنها، وإحنا مساندين لشبابنا بالساحات وياهم، واللي يطلع اللي حتى ما طالع وقاعد هو ببيته، هم الجميع مساندين للشباب بساحات الاعتصام، لأن هم طالعين من أجل وطن يعني يكون حر، يحقق العدالة الاجتماعية للجميع، نتخلص من المحاصصة الطائفية والإثنية والحزبية، نريد دولة مواطنة، دولة مدنية ديمقراطية تتحقق بها العدالة للجميع. ما راح أسولف لك شنو أهدافنا، لأن أهدافنا صارت واضحة وضوح الشمس، ماكو داعي أعيد وأزيد. ثورة أكتوبر من بدايتها حد لليوم احنا نعيد ونزيد بمطالبنا، مطالبنا صارت واضحة. بس احب اقول لكم شغلة، احنا بذور ثورة اكتوبر، وخوفك من البذور تكبر وتصير ثمار والثمار تنقطف، وبوقتها تعرفون شنو احنا. طبعا طبعا شيء اكيد ما يستجيب، لان هو تابع لهم، تابع للاحزاب، وما دام تابع للاحزاب اكيد راح ينفذ المطالب اللي هم امروا بها، مو هم اللي الشعب يريدها. فهو ما راح يفيدنا، لان مو احنا اللي ردناه، هم اللي جابوه علينا غصب، واللي يجينا غصب ما نريده. وانما من الطبخ يطبخون اكل وطعام ودعم لوجستي، وعندنا بنات هماتين جاي يروحن للدوام، هماتين يجعن ساعه بالثنتين يعني من الدوام قبل لهنا الاعتصام، يجون يطبخون يسوون لنا اكل، ونشكر العضو النسوي اليوم على وقفتهم المشرفه ويانا، وإن شاء الله تحقق مطالبنا، وما نرجع إلا تحقق مطالبنا. اليوم طلعت مظاهرات المرأة تمثل دورها وتمثل الدور الأساسي لها بالثورة، اللي هي من بداية الثورة شاركت وساهمت ودعمت المتظاهرين ودعمتهم يعني الدعم اللوجستي، الطبخ ويانا بالتنظيف الساحة كلها، كانوا ينظفوها. يعني المرأة دورها أساسي بالساحة هنا، وهي مطالبها من مطالبنا. يعني احنا كلنا طالعين اليوم كمواطنين، كعراقيين، مرأة او رجل، احنا كلنا عندنا مطالب واحدة اللي هي يعني نخلص من الفاسدين. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا مطالبنا كطلاب جامعات، مطالبنا موحدة منذ 1 اكتوبر، ثورتنا مستمرة، ثورتنا ما تتوقف بالرغم عن كل اللي لقى الناس وقفنا، لا تهديداتهم، كل شيء مخوفنا، لأن مثل ما نقول إنه طفح الكيل 16 سنة من السلب والنهب نهبونه. كطلاب جامعات إحنا ندرس وما نعرف مستقبلنا شنو، مستقبلنا مجهول. يعني آلاف الشباب شهايدهم ماجستير وبكالوريوس إنه ما عندهم عمل، فإحنا مطالبنا مستمرة، لا ما يخوفنا، إحنا مستمرين، وشهدائنا إحنا ما نخونهم، دمهم إن شاء الله منتصر شهدائنا. والعبارة تقول أن جرح بس ما انحنى نشبه موطني، بالرغم إحنا مثل ما يقولون إن المرء
مثل مجتمعنا الأغلب يقول المرأة عورة، لا إحنا اليوم ثبتنا المرأة هي ثورة، المرأة هي يقولون نصف المجتمع، لا المرأة المجتمع بأكمله إحنا ما نرجع، وخلي يسمعوها كل الطبقة السياسية الفاشلة اللي حكمتنا منذ 16 سنة، إحنا ما نرجع إذا مو مطالبنا بإيدنا مستمرين، ما عندنا شيء، خيامنا موجودنا، شبابنا مستمرين، شبابنا بالبرد صار لهم 4 أشهر، إحنا مستمرين بالرغم عن كل اللي دا يسووا، لا أحزاب، لا سياسة، لا سيد يرجعنا، لا خطبة، إحنا مستمرين والآخر نفس ويا شهدائنا. سيادة العراق بأبنائه، بشبابنا، شبابنا المستمرين، شبابنا الواعين، شبابنا اللي ما وقفهم أي شيء. سيادة العراق بأبنائه. اليوم إحنا كطلبة جامعة الكوفة طلعنا مساندة الإخوان المتظاهرين اللي هي قبل 4 أشهر طالب بحقوقنا، واللي هي معروفة، أصبحت للكل معروفة، للسياسيين، للعالم أجمع عرفت، يعني نعرف شنو حقوقنا، اللي هي أول شيء يعني نريد وطن كافي 16 سنة حكمونا، يعني حكمه أبد ما كان صالح لنا، فأتمنى، وطبعا موضوع مضوجني اللي هو إن رجوع الدوام، أتمنى نبقى مستمرين حتى لو داومنا، وحتى لو يعني رجعنا للدوام نبقى نطلع مسيرات ونطلب حقوقنا، وهذا الشيء ما يوقفنا إن شاء الله. طبعا أول شيء إحنا اليوم طالعين مسيرة نسائية من النجف الأشراف، بنات النجف مطالعين مؤيدين أخوتنا الشباب بساحات التظاهر، بساحات التحرير، بساحات كل المحافظات المنتفضة، نأكد لهم أنه إحنا المرأة جزء من المجتمع لا يتجزأ، وإن شاء الله إحنا مسانديكم بكل كل الأشياء، يعني من الدعم المعنوي، الدعم اللوجستي، وإحنا طبعاً مطالبنا نريد الوطن يستقر، نريد هذا الفساد يكثر، نريد هاي الشباب تعيش مرتاحة، تعيش مستقبلها، تعيينات، طبعاً هذا الشيء أول شيء للطلاب، بما أنه إحنا طلاب جامعة الكوفة وصار لنا أكثر من 100 يوم من تصميم بهذه الساحة، نريد التعيينات، نريد الأمان للوطن، نريد الوضع يستقر هنا بالعراق طبعاً، وإن شاء الله القادم أحسن بجهود هاي الثوار الشباب والبنات أيضاً والمرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة نصف المجتمع، بالنسبة لنا احنا مطالبنا من مطالب أولادنا، من مطالب الشعب، احنا جزء من هذا الشعب، طلعنا سند الأخواننا وسند الأولادنا، احنا نريد وطن حر مستقل، هذا الوطن اللي احنا عايشين به احنا جنبا إلى جنب ويا أولادنا، وراح نبقى للأبد نطالب بحقوقنا، وشكرا جزيلا. بالنسبة للدولة العراقية، السيادة صارت بيد الأحزاب، الأحزاب هي هسه السايدة، يعني أنا أتعجب أقول هذول البرلمانيين اللي يتحكمون بالبلد، يعني ما يشوفون الشهداء، ما يشوفون الشعب رافضهم، ليش يجي يعني يأذونه وبعدين إحنا ننتصر، إحنا صوتنا ينتصر، صوت الحق، صوت الشعب. الأحزاب تريد إنهاء الثورة لأن هي المستفيدة الوحيدة من ثروات البلد. يعني والله أنا بأتعجب على السياسيين، ما أدري شلون يفكرون. الإنسان اللي يسعد نفسه المفروض يسعد اللي حواليه، وإحنا وطن واحد، عراقيين، إحنا أبناء بلد واحد، ترى ما مسموح الواحد ياخذ حقنا، نطلع حقنا من عينه، ناخذ حقنا من عينه، وإن كنا نساء، إحنا النساء نصف المجتمع، وإحنا صوتنا أقوى كل الأصوات، وشكراً جزيلاً. أعتقد لأنه إجا من ضمن أحزاب، والأحزاب ساندته، فما أعتقد راح يبقى إذا صوت الشعب راد ما راده، فما راح يبقى. مطالبنا هي مطالب من ضمن مطالب الدستور، مطالب بسيطة، نريد حقنا، نريد نقمع الفساد، نريد وطن واحد، وطن حر، وطن نزيه، نريد نعيش بسلام، يا أخي نريد نعيش بسلام. احنا ثورتنا مستمرة لحين تحقيق المطالب بانتخاب رئيس وزراء والإقرار المصادقة على قرار انتخاب رئيس وزراء باستعجال بدون تضييع، وتحقيق مطالبنا وكشف المسؤولين عن قتل المتظاهرين السلميين. احنا طلاب جامعة الكوفة، وبغض النظر عنه مو بس طلاب جامعة الكوفة، احنا طلعنا بدون الجامعة ونبي ناس موظفين، بينا مدنيين، بينا طلاب، بينا من كل الكفاءات، احنا طلعنا من البداية ونزلنا من قبل 25/10 وتوحدنا ب 25/10
على مود طلب واحد انه هو كرامتنا ووطننا، ومستحيل نرجع لذني، وحتى الشهداء اللي راحوا كل شهيد طاح من عندنا هو يزيدنا قوه ويزيدنا صوت وهو ينطينا صوته، واحنا كل شهيد يوقع نوقف بمكانه 10، ولو مو يسوون اباده جماعيه وقمع جماعي احنا واقفين هنا، ولو مو تهديد احنا واقفين هنا، وان شاء الله ما نرجع، لو ناخذ وطننا ونرجع الوطن الكريم، لو احنا ما نرجع، لو هم لو احنا. الأحزاب الفاسدة أول شيء تريد تزرع بيناتنا فتنة، وزرعت بيناتنا فتنة بس إحنا قدرنا نتغلب عليها. ثاني شيء هي هذا صوتنا يخوفها، وإحنا حتى لو صوتنا يخوفها وبرغم تهديدهم إحنا واقفين هنا، لأن مجرد كل التهديد وكل القمع سوى لأن هم يخافون من عندنا، ويقولون علينا طلاب وجيل ألفينات وما يفتهمون شيء، بس هم يخافون من عندنا لأن قمعونا بهالطريقة الوحشية، وهم هذا اللي يردوا ما راح يوصلوا له، لأن إحنا صوتنا واحد وصحيح وإحنا طالعين على الحق، ورب العالمين ينصر اللي طالع على الحق، لان احنا ضد مصالحها. هم شنو مصالحهم؟ مصالحهم انهم هذا وطننا ماخذيه وما مطينا اي حق، وهذا كله باسم الدين، ابغى الدين الدين الدين، وهم يبوقون وما شاء الله واصلين للعالي، بس احنا مو وياهم، احنا ديننا يختلف، والاديان السماويه هي تريد الحق، واحنا الدين عندنا، الدين مو عندهم، ويقولون علينا انه احنا نساء وانه احنا طلعنا غلط وانه احنا ما مقتدين باهل البيت، لا، اول شيء اقتدينا من اهل البيت هو الحق، واحنا واقفين هنا عن الحق. رسالة من النجف الأشرف إلى كل العالم، إحنا نساء النجف إلى جانب الرجل في ساحات التظاهر وفي المعارك وعلى مر التاريخ، إحنا ساندنا الرجل وراح نظل نساندهم إلى أن تتحقق كل مطالب المتظاهرين ونحصل على حقوقنا، وإن شاء الله دم الشهداء ما يضيع ويتحقق اللي يريد المطالب مال المتظاهرين، وإن شاء الله إن شاء الله الطبقة السياسية الفاسدة كلها تنزاح عن هاي الحكومة، عن هاي كرسي البرلمان كله، البرلمان كله ريده يستقيل بشكل نهائي وتتشكل حكومة جديدة نزيهة وشريفة وعدها غيرة وتحترم حقوق الشعب وتحترم حقوق المواطنين، وإن شاء الله ناشد المنظمات الدولية أنه تتدخل حتى تنهي المذابح اللي بالعراق، منظمات حقوق الإنسان، منظمات الدولية الباقية، المذابح اللي جاي تصير بالعراق مو شيء عادي، مذابح شيء مجزرة جاي تصير مجازر بالعراق، والعالم كله ساكت ما حد يحكي، يا ريت انه يدخلوني ينهون الوضع هذا اللي بالعراق، الاطفال كلها تيتمت، النساء ترملت، الشباب كلها تدمرت، كل العوائل تدمرت، عوائل الشهداء ما ظل بيت بالعراق ما بيه شهيد، الله اكبر على هاي الحاله، حسبنا الله ونعم الوكيل. المراه موجوده ومن بدايه المظاهرات بسوح الخيام ساحات الاعتصام موجوده وبشكل قوي ومؤثر، وموجودة بالتظاهرات وفي مسيرات الحداد، ومن يحاول أن يشوه صورتها فهو أصلاً سمعته مو حلوة، وهو أصلاً إنسان قذر وفاسد وبلا أخلاق، وهو أصلاً دا يحاول أنه ينكسر دور المرأة وما توقف إلى جانب الرجل، لأنه وجود المرأة إلى جانب الرجل هو أكبر دعم وإسناد إله. فنتمنى من كل النساء العراقيات والنساء النجفيات بشكل خاص انه وفاء لدماء الشهداء وحتى تستمر هاي الثوره العظيمه الخالده انه يكونون متواجدين بسوح التظاهر في مساحات الاعتصام، هذا الموقف مشرف، هاي قضيه وطن، الشهداء بدها تموت واحنا قاعدين بالبيت ما نسوي شيء، ما يصير، لازم كليتنا نطلع، كلها المرأة الكبيرة والمرأة الصغيرة والطفلة والشابة كلنا لازم نطلع الوقوف إلى جانب أخوتنا المتظاهرين، ونقول لهم في الأمس واليوم وغدا سنكون معكم يد بيد من أجل التغيير، تجمعنا اليوم لكي نثبت لمن يقول إننا عورة ولا يسمح لنا بالاختلاط أو الكلام، نحن سائرون على نهج سيدتنا الزهراء عليها السلام والسيدة زينب، نحن ضحينا بأرواحنا، نحن أرواحنا ليس أغلى من الوطن كما ضحيتم أنتم بأرواحنا بأرواحكم، وسنكمل ما بدأتم به، مسيرتنا هذه تعبير عن ذاتنا وليست هناك غاية أخرى، إنما هي مسيرة نسائية ثورية ليست حزبية أو جوكرية كما يدعي البعض. الإمام الحسين من طلع بالعاشر من محرم من جاب النساء وياه والأطفال درى بهم راح ينسبون لأن هو عنده علم من الله، فمن طلعهن عرف اللي راح يصير انه راح ينسبن راح يتاذن، لذلك طلعهن لان صوت المراه لولا السيده زينب لما انتصرت ثوره الحسين. طبعا هاي اول مطالبنا انه محاسبه الفاسدين ومحاسبه من تسبب في قتل الفاسدين، يعني اللي صار بالنجف بالمرتين اللي صار بالنجف لحد الان ما تحاسب.
الرئاسة بمحافظة النجف، مع العلم هو رئيس اللجنة الأمنية وقائد شرطة النجف باللي صارت بالمرة الأخيرة. أنا أمام عيني الشرطة واقفة ومكافحة الشغب واقفة والطوارئ واقفة، أصيح الشباب تتقتل بالساحة، ما حد يطب، كلهم واقفين وراء القطع، والشباب انقتلت هنا. أنا بعدين المحافظ يطلع، بعدين المحافظ يطلع يقول إحنا ما عندنا قدرة، ليش هاي السيارات اللي واقفة مال الطوارئ ومال الشغب ومال حماية المحافظة وينهم؟ مو بس مهند، كل هذولا ولده وبنات، إن شاء الله ما يروح دم الشهيد خالي بلاش، إن شاء الله، إن شاء الله ناخذ حقنا من عيونهم، من عيونهم ناخذ حقنا، ما عبالهم بأحزابهم، ما عبالهم بسلطتهم بفلوسهم، كله رايح، كله زايل إن شاء الله، دم الشهيد ما يروح، الجيل الصامت راح، طلع لهم هذا الجيل، إن شاء الله، إن شاء الله ما يروح حق الشهيد، حق أولادنا، حق أبنائنا، حق الجيل الجاي إن شاء الله ما يروح، ناخذ من عيونهم، ناخذ من عيونهم إن شاء الله، إن شاء الله. أشكر أبنائي، أشكرهم كلهم، أشكر بناتي، أشكركم كلكم ولدي، إن شاء الله دم مهند ودم أخوان الشهداء ما يروح. أنا اللي إحنا اللي همنا إنه لا محافظ، لا مسؤول، لا مدير شرطة، لا قائد أمن، لا، قالوا الساحة محمية، قالوا الساحة محمية، زين، من قوات الأمن، من قائد شرطة، من محافظ، قالوا محمية، وينهم؟ من طلعوا أولادنا قالوا الساحة محمية وحموها على أساس، ابني طلع ما شايل غير علم بيده، ليش تلقوا بالرصاص؟ ليش تلقوا الشهداء الأولاد بالرصاص؟ ليش تلقوا الشباب؟ وينهم؟ عملوها وضاحوا؟ باعوا أولادنا؟ غدروا بيهم؟ ما لهم عين يجون يحجون ويانا ويقولون ليش يتصاروا بأولادنا؟ وين قائد شرطة النجف؟ إش قال؟ باع الأولاد؟ باع الشباب؟ إش قد قبض بيهم؟ كان قال لنا اشتريناهم إحنا أولادنا، كان قال لنا اشتريناهم، ليش باعهم؟ وين محافظ النجف؟ محافظ النجف ليش ما طلع؟ ليش ما دستازية؟ ليش ما اجل العزاء مال الشباب هاي اللي راحت؟ مو بس مهند، 7 شهداء انطت النجف بيومها، غير اللي المجروحين اللي راحوا بعدين، وينهم؟ ليش ضموا روسهم؟ باعوا وقبضوا فلوس؟ خيقولون اذا ما يدرون هاي مصيبه، واذا يدرون فالمصيبه اعظم، اعظم المصيبه، اذا يدرون انه غدروا بالشباب، اذا يدرون هم غدروا بالشباب فهي مصيبه كبيره، ونحاسبهم، نحاسبهم واحد واحد، ما عبالهم نسكت، لا لا، اولادنا ما يروح دمهم خالي بلاش ابد، هم واحزابهم واللي دفع لهم واللي سكتهم واللي اعطاهم سلاح وقال لهم دخلوا للساحه وغدروهم. 3 جهات فتحوا عليهم نار، 3 جهات فتحوا عليهم نار وحرقوا خيامهم، ماني دفاع المدني، شو تايرات يحرقون يروحون يطفوها من حرقوا خيام الساحه، ليش ما اجوا؟ وين مدير كهرباء النجف؟ مدير كهرباء النجف وين؟ ليش طفى الكهرباء على الساحه؟ ليش طفى الكهرباء على الساحه؟ ليش بيومها طفى الكهرباء؟ يوميا مشتعله الكهرباء، ليش بيومها طفى الكهرباء على الساحه؟ ليش؟ سوينا دعوه، اذا دستروها بفلوسهم فالله ان شاء الله يكشفها، ان شاء الله الله يكشفها، بس انا اظل وراهم، ما اظل ساكته، اخاف عبالهم نسكت وهدونا، لا، انا دم ابني قواني، قواني، اذا شنت قويه فدمه هذا قواني اكثر ان شاء الله، وما اسكت، ما اسكت، ما اسكت، انا واهلي واخواني وبناتي، بناتي وكلكم انتو، كلكم انتو، كلكم شبابنا، راح واحد مهند، انتو 1000 مهند، 1000 مهند، 1000 مهند، اريدهم، محافظ النجف اريده، وينه؟ ليش ما اجى؟ ليش ما طلع؟ ليش استنجد بالوزير من اجى الوزير استوى؟ محافظ نجف، استقيل يا اخي، اطلع، انت مو قدها، انت مو قدها، انت اطلع قول انا مو قدها، ليش انت تقول انا احمي النجف؟ وين؟ امير المؤمنين يحميها ان شاء الله، امير المؤمنين يحميها ان شاء الله، ودم ولدنا ما يروح، دم ولدنا لا ما يروح ان شاء الله، ان شاء الله ما يروح. الله الظالم، الله الظالم، إذا عندهم فلوس متقوين بيها الله الظالم، الله الظالم، وعلى سلطتهم وأحزابهم، وذاك قاعد بإيران يغرد، ذاك إن شاء الله دم ولدنا ما يروح، إن شاء الله دم ولدنا ما يروح، هذا الصوت الحر، هذا الصوت الحر، إن شاء الله. شلع.